وحده علم فيه قد تعرف. Silakan. وحده علم فيه قد تعرف أحوال لفظ عربي يؤلف. وحده علم به قد تعرف وحده علم به قد تعرف لكن سيأتي معك تفضل أحوال لفظ عربي يؤلف أحوال لفظ عربي يؤلف محتمل للصدق والكذب الخبر سلكنا محتمل للصدق والكذب الخبر مرة أخرى محتمل للصدق والكذب الخبر محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر وحده علم به قد تعرف أحوال لفظ عربي يولف محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا سقر تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر القصد بالإخبار أن يفاد مخاطب حكما له أفاد أو كونه قد علمه والأحوال فإجاة الإخبار سمي وجعل ولاني وجعل panjang ya wal awwala waj'ala yang awal dan yang akhir harus sama bentuknya. Dan itu keunikan nazom. Bedanya kalau syair kofiyah yang akhir itu disebut dengan kofiyah. Yang akhir huruf akhir sama, tapi kalau nazom setiap baris awal dan baris kedua harus sama akhirnya. Karena untuk mengikuti irama supaya lebih menarik. Dari atas وحده علم به قد تعرف أول لفظ عربي يعرف محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه بالإخبار أي يفاد مخاطب حكما له أفاد sampai di sini dulu أو كونه قد علم والأول فائدة الإخبار سمي واجعل تفضل أو كونه قد علم والأول لازمها الثاني وقد ينزل عالم هذين كمن قد يجهل لازمها الثاني وقد ينزل عالم هذين كمن قد يجهل لي
غيري ذا أول به لعدم الجرح على موجبه وما أتى لغيري ذا أول به فليقتصر على الذي يحتاج له من الكلام وليعمل عمله.